طيب خلينا نشوف انت رسمت قلتيني ازاي. اوكي نشوف يا احمد. قبل ما اسيبكم عاوز اقول لكم على اكثر عبارتين بيريحوا الانسان ويبعدوا عنه بقى القلق والحزن والتوتر. عبارتين فيهم الشفاء والدواء والبلسم والطمأنينة وكمان راحة البال. عبارتين بيلخصوا الحل لكل معاناتنا وهمومنا ومشاكلنا. العبارتين بيقولوا: ما احزن الله عبدا الا ليسعده، وما ابتلى الله عبدا إلا لأنه يحب. فقولوا الحمد لله دايما وأبدا. أشوفكم على ألف خير وصحة وسلام. تصبحوا على خير. برافو عليك. يعني أنت صحيح يعني هو شبهي. هو بس عشان أنا عايز أعرف أنت قلتيني إزاي، يعني فكرتي فيها إزاي مثلا؟ هو ليه؟ لأن أنا عملت الفيديو تقريبا يعني قبل الحلقة يعني بيوم تقريبا، فأنا ما خدتش وقتي برضو فيه قوي، كان نفسي يطلع أحلى من كده بكتير طبعا. بس هي انا بتفرج على حضرتك وعارفه طريقتك شويه وكده، فقعدت اتفرج برضو قبليها شويه كتير كده لحد ما جبت مثلا الحركات المميزه عند حضرتك. يعني ايه بقى وريني كده؟ لا ما بعرفش دلوقتي. لا لا ده انت تعرفي كويس قوي. ده انت يعني يعني حضرتك هادي في الكلام، وبعدين مش بتتحرك كتير بايديك ولا يعني بقى فيه هدوء كده، وفي كلمات مثلا لما بتعوز تاكد عليها او كده فبيبقى فيها حركه. زي ايه؟ ازاي يعني؟ مثلا قولوا الحمد لله مثلا دايما، وكلمتين، ففي حاجات كده حضرتك. الحمد لله. الحمد لله. ايوه. ففي حاجات كده بتبقى مميزه عند كل شخصيه عند حضرتك طبعا يعني. لا انا بهنيك، انت عاملاني بشكل لطيف جدا. صحيح يعني مش شبهي قوي برضه. وحضرتك احلى طبعا يعني. مش شبهي حاجه.